محمد النشمي تعطينا بس خطوات اخراج الفيلم او انتاج الفيلم. اول شيء السلام عليكم ورحمه الله. السلام السلام ورحمه الله. بعد شكر هذه القناه وشكر هذه الجمعيه على يعني اتاحه الفرصه. اقول بادئا بمراحل خطوات الفيلم او مراحل خطوات فيلم لبس. جاءنا الاعلان كجروب فريق انعكاس اول شيء او فريق لبس من خالد السيف اللي هو منتج الفيلم. اعلان انه ترى يا شباب في مسابقه ويلا نبيكم تشاركون كذا. فبدايه استغربت انا من بعض ردود الشباب في الجروب يعني، وكان من ردود سعد القروني يلا يا شباب باقي 18 يوم على ال 100,000. ف لا والله هذا الشيء يعني كان له اثر كبير صراحه، يعني وقع في بعض الشباب ان حتى احنا في يعني روح الفريق الواحد في اثناء التصوير في مكان لوكيشن كان في يعني شباب عندهم وجهه وغايه ورساله يريدون ان يوصلونها الى الجمهور، وغير هذا كله غير الشغف بالضبط، شغف يعني انهم يبون يوصلون الى جائزه الشاشه لك. طيب هذا الامر الاول. الامر الثاني، ثلاثاء 7 فبراير جانا الاعلان من خالد السيف اللي هو المنتج. خلاص بدينا شغل الان 18 يوم يا اخوان. 18 يوم ايش بتسوي فيها؟ ايش بتخلي؟ هو انت يعني بتكتب مونتاج، بتستخرج فكره، تبي لوكيشن اماكن تصوير، تبي تطلع ممثلين، يعني اشياء كثيره جدا لا تنحصر على يعني انت تريد ان تخرج فيلم احترافي بالضبط منافس. يعني المشاهدين الان اللي يشاهدون الحلقات ويشاهدون الشاشات المسلسلات، كل المسلسلات هذه تطلع على يعني شيء احترافي، فاحنا ما نبي نخرج للناس بشيء اقل من المستوى اللي طالع المشاهد. حلو. وهذا يعني وسيله جذب، والان يعني الساحه في الافلام انتم تعرفونها يعني. فهذا اللي اريد ان اوصله من هذا الشيء. فقلت لكم يعني يا شباب يوم الخميس بدانا بالشغل اللي هو يوم الخميس بعد الثلاثاء مباشره. كان في عصف ذهني، ولكن يعني سعد قروني نبه انه يا شباب ترى 18 يوم وتسليم الفيلم، فيعني ما يمدينا نستخرج فكره ونبنيها من العدم. فاللي سويناه بكل بساطه انه كان هناك من ارشيف الفريق فكره تقريبا نحو 60%، اللي سويناه ان احنا طورناها، بنيناها شوي، اضفنا عليها الكماليات وال يعني بالضبط الملح والجواهر. طيب وخرجت بهذا الفيلم. كل صانع فيلم لابد ان يعني يصنع الفيلم خلال ثلاث خطوات رئيسيه يا اخوان. مرحله البري برودكشن واللي هي مرحله قبل الانتاج، واتوقع المنتجين هنا يعرفون يا شباب، مرحله البرودكشن اللي هي مرحله الانتاج، والبوست برودكشن اللي هي بعد المونتاج. انا اذا ما طولت عليكم يا اخوان، مرحله قبل الانتاج يا اخوان اللي هي بري برودكشن. سلام حافظ. اللي هي مرحله البري برودكشن هي اللي ابي اركز عليها من ناحيه يا اخوان، انت عندما تريد ان توصل شيء الى الجمهور، توصل رساله، توصل هدف، لابد ان يكون الاعداد لهذا الشيء جيد. فمرحله قبل الانتاج او البري برودكشن هذه سبيل الوصول الى الفكره والطموح اللي احنا نبي نوصل. فمرحله اختيار الممثلين، اختيار اللوكيشنز، اختيار المدري ايش، فعليكم الحسبه.